السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله رب العالمين حنتحدث في موضوعنا الأول في مساقنا Seating and Wheelchairs. نظرة سريعة لهذا المساق، هذا المساق إن شاء الله رب العالمين حنتعرف على Seating، Proper Seating، كيف ممكن إحنا نعمل Seating لمرضى بيعانوا من Chronic Disabilities زي مرضى spinal cord injury، مرضى traumatic brain injury أو non-traumatic brain injury. وهذول المرضى بشكل عام بيعانوا من physical disability، فترة بقائهم على الكرسي المتحرك هي حياتهم أو حيقضوا باقي حياتهم على الكرسي المتحرك. احنا بنعرف انه seating is a basic component for optimal outcomes in the spinal cord injured population, especially for those who use wheelchairs for full-time mobility and other people with permanent physical disabilities with inability to walk and will use the wheelchair for the rest of their life. او خلال دراستنا لهذا المساق ان شاء الله رب العالمين بنعرف انه عملية seating هي basic component for optimal outcomes، هي مهمة جدا في عملية أو لمرضى spinal cord injuries اللي بيعانوا من عدم القدرة على المشي وبيضلهم مرتبطين بالويلتشير وحيضلهم مرتبطين بالويلتشير لبقية حياتهم. كمان ينطبق الأمر على المرضى اللي بيعانوا من physical disabilities وحيضلهم مرتبطين بالويلتشير بقية حياتهم. بنعرف انه احنا many functions done during standing, during sitting and different positions during life activities. There is close relationship between the posture of the paralyzed body and support provided from the seating system. اذا خلال فترة الجلوس على الكرسي المتحرك وخصوصا للناس اللي حيظلهم مرتبطين او حيقضوا وقت طويل من نهارهم من ايامهم على الكرسي المتحرك بيحتاجوا انه يكون عملية seating system تعطيهم السبورت المناسب، تكون مريحة ما في فيها اي او ما ينتج عنها اي مضاعفات. عشان نفهم seating بدنا نكون عارفين عدة شغلات. Successful delivery of wheelchair and seating system begin with determination that the patient has need for some form of an assistive mobility devices. إذا أول نقطة نحكي فيها في موضوع عشان نختار wheelchair أو نعطي wheelchair مناسب، لازم يكون نجاح اختيار الويلتشير المناسب والسيتنج سيستم المناسب هو عن طريق تحديد احتياجات المريض بشكل خاص وشو بلزمه من الأدوات المساعدة في عملية التنقل والحركة. كمان نقطة تانية بدنا ناخد بالنا منها، عملية الريهابليتيشن برينسيبلز ابلاي ان ذا ديسيجن ميكينج بروسيس. شو هي المبادئ التأهيل، شو هي الاستراتيجيات اللي احنا بدنا نستخدمها في عملية التأهيل عشان يكون في عنا في النهاية قرار صائب بما يخص الويلتشير and seating system. الأهداف اللي احنا بدنا نختارها ممكن تشمل facilitation of mobility، كمان ممكن يكون هدف من استخدام الويل تشير والسيتنج سيستم البوزيشننج، بحيث انه يكون في عندي جود بوزيشن كوركتنج للبوزيشننج. كمان يكون في عندي سبورت للبيشن، ادابتيشن تو تمبوراري اور بيرمننت كونديشن اند ذا اوبتمايزيشن اوف فانكشن. وفي النهايه كل هذه المكونات هتساعدني في انه انا اصل للفانكشن بشكل مثالي. عشان نحكي عن
سيتينج، بدنا نعرف شو علاقة سيتينج اند هيلث. هل هناك علاقة ما بين السيتينج والهيلث؟ خلينا نشوف. It's important to understand the relationship between seating system and the resulting postural alignment. بدنا نكون عارفين انه في عملية السيتينج بيكون في البادي الاينمنت لازم تكون ماخذة وضعية مناسبة بحيث ما يكون في فيها ديفورميتي، ما يكون في كومبريشن على one side of the body أكثر more than the other side. So careful integration of information from the physical therapist examination or physical therapy examination and understanding of the potential as well as the constraints of the equipments. إذن مهم جدا إلنا إحنا كفيزيوثيرابيست بنتعامل مع الويل تشيرز، نحاول إنه نوصف ويل تشيرز أو حيكون من ضمن مهامنا وصف الويل تشيرز للمرضى هذول، شو البوتنشالز اللي موجودة ممكن إنه مريض السباينال كورد انجري أو التروماتيك برين انجري ممكن يحصلها أو يمكنه الحصول عليها من خلال استخدام هذه الأداة. كمان بدنا نعرف القيود اللي تمنعه من استخدام هذه الأداة. Effects of posture on the body. الآن نيجي نتطلع على البوستشر وكيف ممكن يأثر على البادي. طبيعي جدا إنه إحنا البوستشر مرتبط بشكل كبير جدا إنه بالالاينمنت of the body، وبالتالي إذا أنا كنت في bad posture bad alignment ممكن تأثر على بعض ال body functions as respiration في عملية ال respiration. كمان ممكن تأدي أو تأثر على عملية ال swallowing، تأثر على ال function of speech ال skin، وممكن ينتج عندي بعض الكومبليكيشنز اللي ممكن تكون في السكين زي البريشر ألسرز and musculoskeletal health and function. كمان ممكن تأثر على المسلز على السكيلتون، ممكن تأثر على البادي فانكشن. It's affect the body image of an individual and feeling of self-worth and therefore participation in the community. وهذه مهم جدا بالنسبة إلنا إنه لما بدنا نختار seating system بده يكون مناسب بحيث إنه يعطي body image الشكل المناسب لهذا المريض، ما يكون في deformity واضح، ما يكون في عندي أي شغلة تشوه منظر المريض وتأثر على السلف وورث على شعوره بتقدير نفسه على السلف استيم كمان، وبالتالي هذه حتأثر على مشاركته في المجتمع. فلو كان الكرسي اللي موجود الويل تشير ما بيعطيني سيتنج مناسب بخلي المريض في ديفورميتي، مش حيفضل انه يقعد على هذا الكرسي المريض، وبالتالي مش حيشارك في الأنشطة المجتمعية وحيظله موجود في البيت. شو أهمية السيتنج بالنسبة إلنا؟ قلنا إنه في عملية البوستشر ممكن improve body alignment وكيف ممكن تأثر على some body functions، كيف ممكن تأثر على body systems اللي موجودة في الإنسان. Posture has multifactorial effect on the health, which makes seating a highest concern for early intervention. إذن تأثير عملية seating مهم جدا على صحة الفرد، وممكن يأخذ عدة جوانب، وبالتالي بتطلب منا إنه إحنا لما بدنا نيجي نتدخل ونختار أداة مناسبة بدنا نحاول يكون تدخلنا مبكرا جدا
وبده يكون كمان باختيار الأداة المناسبة لهذه المريض حسب دوره في الحياة وحسب طبيعته في الحياة وحسب عمره. نيجي لبعض الأمور اللي إحنا لازم ندير بالنا منها عند ما نختار الويل تشيرز، نختار السيتنج سيستم للمرضى تاعنا. بلم لاين اند ماسكولوسكليتال بين. The plumb line should pass through the middle of the ear, shoulder, the lumbar spine, greater trochanter, slightly behind the patella, and through the lateral malleolus of the ankle. Now let's see what happens when we ask the client to stand normally. See how their posture changes? The difference between their real posture and the ideal posture is what we need to work on using a combination of strength training and stretching. هذا البلم لاين هو اللي بده يعطيني خلينا نقول النيوترال بوزيشن والكوركت بوزيشن، لانه لو تغير عندي البلم لاين وصار في عندي بيندينج، عندنا حنشوف في بعض الحالات وبعض المشاكل اللي موجودة عند بعض المرضى حيصير في عندي تنشن على المسلز، وكيف ممكن انه يتأثر المسكلوسكليتال فانكشن بتغير البلم لاين. اذا in general population normal standing alignment is plumb line posture، زي ما احنا شايفين normal standing وكيف بيمشي البلم لاين من البون من السكال through the loop of the ear من عند الأذن through the shoulder joint through center of the hip joint through midline of the knee through center of the ankle joint. This alignment creates the normal spinal curve. زي ما احنا عارفين في الاناتومي of the spine في عندي انا four curvatures of the spine. في عندي anterior curvature في منطقة السيرفايكال، في عندي anterior curvature في منطقة اللمبر، وفي عندي posterior curvature في منطقة الثوراسيك، و posterior curvature في منطقة الساكرم. The plumb line posture is known to take the least muscular work to maintain. إذا لما بيكون في عندي أو لما بيكون البلم لاين بالطريقة هذه، طبعا هذا ما بيخلي المريض إنه يبذل جهد عضلي كبير في الحفاظ على هذه الوضعية، لكن لو وبالتالي مش حيصير في عندي مشاكل في الماسكولار سيستم بشكل عام. لكن لو صار في عندي some postural abnormalities زي ما حنشوف مع بعض المرضى السباينال كورد انجري او التروماتيك برين انجري، حتتغير الشكل او حيتغير الشكل تبع السباين، او حيتغير الفورسز اللي موجودة بتأثر على جسم الانسان. Forward head positioning is associated with shoulder pain، وهذا احنا البوزيشن بنشوفه كتير مع الناس اللي بيقعدوا لفترات طويلة على الكمبيوتر بطريقة غير مناسبة أو باستخدام الجوال، بيبدوا يعانوا من مشاكل في الرقبة من pain of the neck muscles، وهذا بسبب إنه البلم لاين صار النك بدل ما هو ماشي منها البلم لاين صارت هي forward to the plumb line. The optimal posture, whether standing or sitting, is achieved when the center of gravity is over the base of support. لو احنا شفنا ال center of gravity بتغير بتغير ال posture او ال position. إذا أنا عملت forward bending حينتقل ال center of gravity بدال ما هو في البيز اوف سبورت
during standing حينتقل anteriorly forward in front of the feet بدل ما كان between the feet. This posture requires the least amount of muscular work. طبعا لما بنحكي على optimal posture نحكي على normal posture بيتطلب أقل كمية من المسل اكتيفيتي للمحافظة على هذا البوستشر. And it is the posture from which it is the easiest to move. كمان هذا البوستشر اللي احنا بنحكي عنه النورمال بوستشر نورمال بلم لاين هو افضل بوزيشن في عملية الووكينج في عملية performing الفانكشن. Muscles and posture زي ما حكينا انه ترتبط ارتباط كبير جدا المسكولار اكتيفيتي بالبوستشر. كل ما كان البوستشر نورمال كل ما كان المسل اكتيفيتي less كل ما كان البين اقل كل ما كان الموبيليتي easier during activity. Muscles function to support or move a joint. إذن وظيفة المسلز هي يا إما supporting للبادي supporting joints أو moving a joints. In general if passive stability is insufficient muscle will work harder to provide support to maintain a joint in a given postural position. وهذا طبعا احنا بنشوفها بشكل كبير جدا لما انا بكون قاعد مرتاح supported normal posture المسل activity بيكونش بالكم الكبير بيكون with minimum muscle contraction. لكن لو صار في عندي deformity او bending of the head or the neck forward حيصير في عندي imbalance between muscles activity حلاقي انه some muscles حيصير فيها weak و shorten الother muscles حيصير فيها tightness وبالتالي نتيجة tightness continuous tightness حيتولد عندي some pain. If postural support is lacking the residual trunk and upper extremity muscles superficial back muscles work excessively in an attempt to stabilize. إذن هذه المسلز اللي هي في الباك of the body بتحاول إنها تشتغل بأقصى قدر للمحافظة على الاستابيليتي of the body. Muscles generally have length at which they operate most efficiently. لما بنحكي على المسل لينث بيكون في إلها طول محدد بيسمح إلها بالفانكشن بكفاءة عالية وبأقل جهد ممكن. Muscles generally have a length and which they operate most. Muscles can be physiologically too short or too long. وفي هذه الحالة لما تكون physiologically too short بسموها active insufficient وإذا كانت too long بسموها passive insufficient. Muscles working outside of their optimal length are disadvantaged and tend to fatigue. كل ما كانت المجموعة العضلات أو العضلة بتشتغل أكثر من الاوبتيمال لينث تبعتها ممكن يصير في عندي فاتيج بسهولة جدا في هذه المسلز. الآن نيجي نتعرف على الفيسيولوجيكال كاتيجوريز اوف ذا مسلز اللي حكينا عنهم ممكن يكون تو شورت اكتيف انسفيشنت او تو لونج باسيف انسفيشنت. وفي هذه الحالة بتتقسم لعدة اقسام ممكن نسميها الفيزيك muscles. لما بنحكي على الفيزيك muscles suited for short burst of activity requiring high speed or force.
They are often relatively more superficial than postural muscles and tend to span several joints. Bully articular. إذن في عنا phasic muscles هي short burst of activity. ولما بنقصد بالshort burst هي الactivity اللي بتحتاج فترات قليلة جدا وقوية وسريعة، زي لما بيكون في عنا الرياضيين بيعملوا الهاي سبرنتس أو أو لرياضيين أو لاعبي الملاكمة في عملية البوكسينج. هذه العضلات they are often relatively superficial than postural muscles، وفي الغالب بتشتغل على أكتر من joint. Bully articular. التونيك muscles هي المجموعة الثانية اللي احنا حنحكي عنها، suited for prolonged low forces activity. وبالتالي حنلاقي انه هذه المجموعة الاكتيفيتيز تبعتها for longer time، للاكتيفيتيز اللي بدها وقت طويل. Postural muscles are typically tonic muscles that work best in mid-range or shortened length. إذن العضلات اللي بتحافظ على البوستشر حلاقيها هي في الغالب tonic muscles، لأنه الشغل تبعها لفترات طويلة، المسل اكتيفيتي لفترات طويلة، وبتحافظ على الالاينمنت اوف ذا بودي، بتحافظ على البوستشر، وكمان بتساعدنا في انه هي بتشتغل في shortened length، ما بتوصل الفول او الاوبتيمال length تبعتها during work، وهذا بيعطيها خاصية انها تكون resistant to fatigue. In the condition of kyphosis, posterior postural muscles become over length and ineffective. في حالة لما يصير في عندي kyphosis، والمقصود بالkyphosis بصير في عندي thoracic curvature بتزيد posteriorly بشكل كبير جدا، وهذه بتكون نتيجة over length of postural muscles. لو جينا نطلع على الفرق ما بين البوستشرال and phasic muscles، حنلاقي انه البوستشرال muscles الفانكشن تبعتها البوستشر، في حين الفيزيك muscles على بتشتغل على الموفمنت. المسل تايب حنلاقي انه postural muscles هي من type 1، و type 1 muscles هي الايروبيك muscles اللي بتعتمد على الاكسجين بشكل كبير جدا، في حين انه الفيزيك muscles حلاقيها type 2، وهي جزء منها ممكن يكون non aerobic. كمان لو جينا نطلع على الفتيج، حلاقي انه البوستشرال muscles الفتيج تبعتها late أو resistant to fatigue، في حين إنه الphasic muscles early fatigue ممكن يصير فيها. الreaction shortening دائما بيكون فيها contraction، الphasic muscles ممكن يصير فيها lengthening. chronic poor posture negatively affect the strength and balance of forces around the shoulder joint. Alignment is critical for appropriate articular function. Malalignment created by muscle imbalance can contribute to the creation of articular pain by not maintaining appropriate articular surface congruency. In the upper extremity, postural malalignment will create altered glenohumeral joint mechanics. Chronic poor posture بيأثر بشكل سلبي على القوة تبعت العضلات وعلى البالانس of the forces around
the shoulder joint. Alignment is critical for appropriate articular function. كثير من الوظائف اللي احنا بنقوم بيها في حياتنا اليومية مهم جدا نكون الالاينمنت تبعتنا normal alignment, good posture عشان نحافظ على healthy body. وأبسط مثال لما إحنا بنطلع على الجوال وبنمسك الجوال لفترة طويلة مع bending forward حيكون في عنا مشاكل في النك muscles, وهذا طبعا لأنه إحنا بنمسكه في mal alignment created by muscles imbalance, حيصير ينتج عندي عدم توازن ما بين الفليكسورز وما بين الاكستنسورز, جزء من المسلز بتكون شورتند الاذر بارت بتكون تايتند, وبالتالي حيصير في عندي نوع من المسل اسبازم وحيكون في عندي البين موجود. In the upper extremity posture malalignment will create altered glenohumeral joint mechanics. ولو جينا نتطلع على ال upper limb بشكل خاص وطلعنا لو كان في عنا posture malalignment حيصير في عنا ال function of the glenohumeral joint فيها disturbance في ال function وممكن يصير في عنا dislocation أو displacement في الجلينو هيومرال جوينت اللي هو متعارف عليه الشولدر جوينت. نيجي للالاينمنت اند فانكشن. عرفنا أول شيء alignment أو alignment and musculoskeletal function, وعرفنا كيف ممكن تأثر على المسلز وممكن تأثر على الفانكشن تبعت المسلز. الآن نيجي نتطلع على الالاينمنت اند فانكشن. بدنا نكون عارفين انه appropriate seating is the platform for upper limb function. مهم جدا إلنا انه نعرف لما بدنا نأدي فانكشن بشكل كويس جدا لازم يكون السيتنج بوزيشن عندنا بشكل ممتاز ومناسب للفانكشن of the upper limb. The shoulder and upper limb are designed for optimal mobility to facilitate hand placement in all dimensions. حنلاقي انه الشولدر والابر limb بيسمحوا بحرية حركة كبيرة جدا من اجل انه يساعدوا الهاند في انها تكون functional في اكثر من dimension وفي اكثر من position. لو جينا نطلع على الـ articulation of the upper limb and the spine حنلاقي انه في عنا الـ articulation للـ upper limb مع الـ axial skeleton, حنلاقي انه في عنا الـ scapula مع الـ humerus مع الـ clavicle, حيكون في عنا acromio clavicular joint وفي عنا acromio sternal joint اللي بتعمل articulation مع الاسترنم بشكل اساسي في الاكسيال skeleton. اذا في عنا peripheral skeleton او peripheral joints او peripheral extremity مع الاكسيال skeleton, الarticulation اللي موجود ما بين الاسترنم وما بين الكلافيكل. The upper limb articulate with the axial skeleton via pectoral girdle. منطقة الشولدر جيردل هذه هي اللي بتربط ال upper limb مع ال axial skeleton. Muscles and alignments will provide stability for this articulation which allow maximal movement and flexibility. في هذه الجزئية بنعرف انه الشولدر جوينت والشولدر جيردل الارتكيليشن تبعهم مش قوي, لكن مين اللي بيعطيهم القوة؟ السراوندينج تيشوز اللي بتكون موجودة المسلز
الليجامنتس اللي موجودة هي اللي بتعطيهم الفانكشن والاستابيليتي which allow maximal movement and flexibility. إذن السوفت تيشو بتسمح بالفلكسبيليتي وبتعطي نوع من الاستابيليتي للأبر لم. End range stability is achieved when soft tissue, particularly the ligaments and capsule, are stretched to their physiological limit. احنا بنعرف انه المسلز, كابسولز, ligaments فيهم نوع من الالاستيسيتي. عندما يصلوا الفول لينث تبعهم بيبدوا يعملوا restriction للموفمنت, وهذه الطريقة اللي بيعملوا فيها استابيليتي لمنطقة الشولدر جيردل, وفي نفس الوقت بيسمحوا بفري موفمنت في الشولدر. Dynamic stability achieved by concavity compression and glenohumeral balance in mid-range of motion. The only articulation between the trunk and upper limb is at sternoclavicular joint. There is close relationship between the shoulder girdle and the spine. بنعرف انه shoulder girdle عشان يؤدي الفانكشن بده يكون في support وفي articulation مع السباين. Spinal cord injury and seating. إذا الآن عرفنا إنه من الألايمنت وعلاقته بالبوستشر, الألايمنت وعلاقته بالماسكلوسكليتال أكتيفيتي, الألايمنت وعلاقته بالفانكشن. الآن نيجي نتطلع بشيء من الخصوصية للسباينال كورد إنجري أند seating system. Individuals with significant truncal paralysis do not have normal trunk control against gravity. وهذه طبعا لما بنحكي عن مرضى spinal cord injury, وخصوصا ال high level spinal cord injury اللي بتكون above T6, هذولا بيكون في عندهم disturb truncal control, وهذا اللي بينتج عنها بعض المشاكل في منطقة السباين. هنلاقي المرضى اللي عندهم مشكلة في الترانك كنترول بيحاولوا انهم يعوضوا عملية او عملية السيتنج عندهم بتكون في عدة شغلات. الاستابيليزيشن with upper extremities, حيحاولوا انهم لما بدهم يحافظوا على البوستشر during sitting حيستخدموا الابر limbs بشكل كبير جدا, وحيكون في عندهم القاعدة بطريقة السي sitting in spine of the spinal posture. شو السي sitting؟ حنلاقي انه صار في السباين sitting او bending forward بشكل كبير جدا. السي سيتنج كاركترايزد باي بوستيريور بلفيك تيلت اند فليكشن اوف ذا لامبر ثوراسيك اند ثوراسيك سباين, اللامبر والثوراسيك سباين. وفي المفترض انه منطقة الثوراسيك سباين تكون فليكشن بوستيرو كيرفتشر, لكن منطقة اللامبر لازم تكون فيها انتيريور كيرفتشر, ومنطقة النك السيرفايكل يكون فيها انتيريور كيرفتشر. سي سيتنج كرييتس ان اوفر اول شورتر سيتنج بوستشر اند تندنسي فورورد هيد بوستشر. حيصير في عنا الهيد جاي للامام, وكل السباين ماخذ السي شيب
من البروبلمز اللي احنا ممكن نشوفها ما بين الالاينمنت والريسبيريشن او ما بين الالاينمنت والفانكشن، حنلاقي انه الباد الالاينمنت بتأثر على عملية الريسبيريشن وممكن تأثر على السكن. كيف ممكن تأثر على عملية الريسبيريشن؟ لو فرضنا انه في بعض المرضى اللي عندهم كيفوزيس او كيفوتيك بوستشر، هذا بيقلل من الريسبيراتوري فانكشن لانه صار في عندي decreasing of the lung volume نتيجة البريشر اللي صار من البوزيشن هذا، with the absence of abdominal wall function، كمان راحت الابدومينال وول فانكشن. Kyphosis can severely decrease the ability for forceful expulsion through coughing. وبيفقدوا المرضى هذول عملية الكافينج، عشان هيك مهم جدا إلنا إحنا مرضى السباينال كورد إنجري اللي بيكونوا لفترات طويلة قاعدين على ويل تشير، نركز معاهم على البريثنج اكسرسايز وهاو تو كاف والاسيستيف كافينج اللي ممكن تكون موجودة والاستراتيجيز اوف بريثنج. بدنا نكون عارفين كمان سيفير بوستشرال مال الاينمنت واللي difficulty اوف swallowing. الناس اللي عندهم سيفير مال الاينمنت، سيفير deformities اوف ذا ترانك، بوستشرال deformity ممكن تأثر على عملية البلع swallowing and even with management of saliva، كمان ممكن في عملية التحكم في السلايفا، which may lead to aspiration pneumonia. والناتج عن هذه المشكلة، مشكلة السوالوينج، ممكن يصير في عنا aspiration pneumonia، قطعة من الأكل foreign body تيجي داخل اللانكس ويصير في عندي pneumonia. الشغلة الثالثة اللي ممكن انه يصير فيها development pressure source نتيجة المال alignment والبوش الباد بوشرز اللي بيكون عليها بعض المرضى، فحلاقي انه نتيجة المال بوشر صار over pressure على one side of the body، وهذه من اكثر الكومبليكيشنز اللي ممكن نشوفها مع spinal cord injured people and are a leading cause of rehospitalization following a traumatic spinal cord injury. حنلاقي انه البريشر سورس هي من اكثر اسباب اعادة الدخول للمرضى السبينال كورد انجري للمستشفيات للعلاج من مضاعفات السيتنج والباد سيتنج اللي هي البريشر السرز. اذا في النهاية بدنا نكون عارفين انه many individual with permanent physical disabilities زي spinal cord injury, traumatic brain injury او non-traumatic brain injury may not be able to walk again، وبالتالي بدهم seating and seating system wheelchair system يساعد في عملية الموبيليتي. بدنا نكون عارفين انه successful delivery of the wheelchair and seating system بيبدأ من الاختيار الصحيح لاحتياج المريض. كمان نقطة ثالثة، rehabilitation strategies of the individual uses wheelchair for mobility to make them more productive and improve the quality of life. نكون عارفين انه هدفنا في عملية التأهيل واهدافنا في عملية التأهيل واستخدام الكراسي المتحركة والسيتنج سيستم هدفها انه improve the quality of life. This process start from proper seating process and using most suitable type of wheelchair. وشكراً.